أنا كانت فكرة أكون شيف من زمان، بس ما كان في فرص تساعدني، يعني فيش كان قابل، فيش حافز إنه يدفعني. يعني لما تحكي أنا طاهي بقول لك يا زلمة شو بدك بوجع الرأس، هذا كله شغل نسوان. أنا كنت مساعد صيدلي وجسرت، اشتغلت بصيدلية، كنت أداوم بالجامعة يوم وبالصيدلية يوم فول تايم مشان أدرس، بس كان في صعوبة بالعادات والتقاليد. نوعية الخيارات التعليم الجامعي كانت محصورة في تخصصات تقليدية كلها تصب في التعليم، وكان اختيار تخصص الحقوق شوي يعني لم يواجه بالرفض ولكنه وجه بتحفظ. اختيار المهنة برضو وجه بتحفظ، وصل إلى حد الرفض أحيانا. احنا طلعنا من الحقوق عشان نشتغل صحافة. أول الصعوبات اللي كانت هي يمكن شوي حرماني من الطفولة، لأنه تزوجت بسن مبكر، بما أني متزوجة ما قدرت أني مارس التعليم في المدرسة. أمر عظيم أني أنا أكون أم وربت يعني ربت أسرة، إنما مو معنات أنه هذا كل شيء أو هذا كل طموحي، لا أكيد أنا عندي معايير، عندي خصائص، عندي ميزات انه هي ممكن تكون فعالة اكثر في المجتمع. في تحديات كثير وكبيرة عم نواجهها كأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع الإعاقة، مثل التسهيلات البيئية، الجهل، الفقر، البطالة. برضو كمان الأهالي والأشخاص ذوي الإعاقة ينقصهم الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مشروع لنا يعني كان في معلومات كثير زخمة، خاصة تتعلق في حقوق المرأة، فكان في تغيير يعني على أرض الواقع. بصراحة مشروع لنا أثر علي كشخص تأثير إيجابي كبير، صار في تغيير من ناحية إنه أنا صرت عندي ثقة بنفسي أكثر. المشاريع والأفكار يلي اقترحوها علينا إحنا رح نستمر. مفهوم الجندري شوي كان عنا هون كتير عنا، أنا بالنسبة لي كان يعمل لي أزمة وحرمان من التعليم بسبب المفهوم الجندري. يعني كتير كان مفيد إنه أنا أحصل على المفهوم الجندري لحتى يعني من خلاله نرتقي بمفاهيمنا المجتمعية. أخذنا عدة تدريبات على الاستراتيجية للفرق بين العدالة والمساواة، كثير شغلات استفدنا منها، حتى السيدات استفادوا منها في أنهم يعرفوا حقوقهم وواجباتهم. معرفة الجندر والمساواة بين الرجل والمرأة بيقدم المجتمع للأمام. إنه زي ما أنا بفكرة صغيرة ممكن أحدث تأثير وتغيير، ممكن أساعد غيري يكونوا بهذا المجال. حسيت بمشروع لنا إنه ممكن يكون هذا القرار أو هاي الأسلوب ممنهج وضمن ناس يساعدونا بطريقة ممنهجة واستراتيجية علمية واضحة، وبالتالي يكون التأثير أفضل. شجعتني أني لازم أكون، ما أهتمش، بدي أكون، يعني خلاص بدي أكون. يعني بغض النظر بنت أو ولد، هو قدراتنا يعني متساوية. احنا هسه دورنا أنه احنا نوصل هذا المنظور الجندر للمجتمع. حاليا احنا شغالين على مبادرتي، على مشروع عبارة عن مسرح تفاعلي بطرح مشكلة او من وعي المجتمع على موضوع الصحة الإنجابية. جمعية تقوم على مساعدة الناس، مساعدات مالية غذائية، رفع الوعي الاقتصادي، الوعي الثقافي عند المرأة، تمكين المرأة اقتصاديا بإقامة مشاريع خاصة للمرأة، فبتساعد المرأة أنها تقوم بذاتها. وكمان بالنسبة بشتغل بجريدة هنا الزرقاء، وانضميت للكادر المحررات والمعدات معاهم والصحفيات أو الإعلاميات نحن بنسمي نفسنا. صراحة كان عندي، كان في باب اسمه باب الأرض العامة القانوني، اللي من خلاله طرح علي فكرة أنه ممكن أنا أنضم إلى لمشروع الصوت وكون صحفية مجتمعية. اللي هو أثر كتير، لأنه هي أول شيء تركت أن تكون ربة منزل طول الوقت وصارت تطلع لبرا الدار. ثاني شيء تعلمت كثير أشياء عن المساواة بين الرجل والمرأة، وبعدين راحت صارت تعلمهم للناس. رئيسة جمعية النافذة البيضاء للأشخاص ذوي الإعاقة في قضاء الظليل. الخدمات اللي عم بقدمها لحد هلا يعني هي خدمات بسيطة، من أجهزة مساندة، من تدريبات، إرشاد، توعية، تجميل، مثلا صف تجميل للبنات. خرجنا تقريبا 27 طالبة. عندي 500 أسرة منهم فقراء وأرامل. الأشخاص ذوي الإعاقة 125 حالة، إعاقات مختلفة. أنا صحفية بشتغل مديرة مشروع تمكين نساء زرقاء عبر الإعلام في شبكة الإعلام المجتمعي راديو البلد، اللي وهذا المشروع بنفذ في محافظة الزرقاء. حسيت إني أنا أفدت ناس في قرى، في مخيمات. دائما بفكر إنه أنا كيف أساعد شخص، لأني أنا لما أنا بلشت من
فتاة خريجة جديد من خلفية اجتماعية محافظة من منطقة نائية بالمفرق، لو ما وجدت ناس أنا ساعدوني عشان أنا أشتغل في هذا المجال أكيد أنا ما وصلت لهون. الحمد لله لغاية أنا فخور بنفسي كثير بشغلي اللي قدمته لمحافظتي لنفسي أنا بالذات. يعني كثير أنا بكون فخورة لما مثلاً العون القانوني بيختارني أو بيشركني بمشاريع معينة، هذا كثير أنا بيشعرني بالفخر وبيشعر أصلاً بيشعر أولادي وزوجي وكل عائلتي وكل محيطي بيشعرني أنا بالفخر. بواجه معاناة مع أصدقائي وإخواني هم الأشخاص ذوي الإعاقة، إنهم معظمهم مستسلمين للواقع، إنه ما حدا فيهم بده يطلع. لا يعني أنا فخورة جداً بعد ما أنشأنا وأسسنا الجمعية، أنا ما بحكي عن نفسي بحكي عن الفريق بشكل عام، صار الجمعية كبيت إلنا. أول إشي مع الوداد أنا بحس حالي كتير مبسوطة لأنه شاعرين في بعض، مش إنه أي حدا تاني. أنا أي حدا تاني لو في جمعية مرة يمكن أرد عشرة ما أردش، أحكي إنه هم المستفيدين، بس وداد لا، عارف إنه هي حابة تفيدنا قبل ما تفيد حالها. بفخر إنه لما تحكي على الراديو بنبسط، يعني إنه أنا فخورة فيك يا ماما كتير إنك حكيت على الراديو.